بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، يعني في بعض الأحيان بنسمح لهم إن هم يصوموا في الأيام اللي ما فيهاش غسيل، بس ده لازم يكون تحت إشراف الطبيب المعالج. والنظام الغذائي بتاعهم طبعا بيبقى لهم نظام برضو قليل البوتاسيوم، يمكن مرضى الغسيل بيبقى يعني البروتين عندهم بيتاخد أكتر شوية من بقية المرضى القصور الكلوي، انما البوتاسيوم بتاعهم يبقى قليل. اليميش بتاعهم نخلي بالنا من يميش رمضان ومن قمر الدين ومن العصاير، كل دي حاجات المستوى البوتاسيوم فيها بيكون عالي، فكل ده لازم يخلي بالهم منه سواء في القصور الكلوي او في مرضى الغسيل الكلوي. الفكرة انه مرضى الغسيل الكلوي ومرضى القصور الكلوي المتقدم في احوال كتيرة بيبقى عندهم امراض تانية، ممكن يبقى في مشاكل في القلب، ممكن طبعا في احوال كتيرة هم عندهم ضغط عالي، عندهم السكر عالي. فالحقيقة انه قرار الصيام بيعتمد على عوامل كتيرة، فعلشان كده هنا النصيحة ما هياش نصيحة عامة او مين او ان هم يقدروا يصوموا او ما يقدروش يصوموا، انما لازم يكون بعد استشاره طبيب. الاكل في رمضان برضو لازم زي ما قلنا نخلي يبقى فيه حذر من الحاجات اللي فيها مستوى بوتاسيوم عالي، اليميش بتاع رمضان، قمر الدين، انواع من الفاكهه والعصاير والتمر والبلح، كل دي حاجات فيها مستوى بوتاسيوم عالي وبيتاخد كتير في رمضان، فلازم يبقى فيها حذر. بالنسبة للبروتين لمرضى الغسيل الكلوي يمكن هم بيبقى عندهم حرية أكتر من مرضى القصور الكلوي ما قبل الغسيل في تناول البروتين، إنما في مرضى القصور الكلوي برضو لازم في خلال شهر رمضان إذا كانوا هيصوموا بيبقى فيه حذر من البروتينات العالية زي اللحمة، الفراخ، السمك، كل أنواع البروتين لازم يكون بحذر وبكميات قليلة وبمتابعة الطبيب المختص.